السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تلاميذ الصف السادس الابتدائي. ملخص لما سبق وطريقة كتابة الإنشاء. الإنشاء والرسالة والتنقيط. ليش التنقيط؟ لأن التنقيط مرتبط ارتباط وثيق بالإنشاء. ابقوا يعني. Hello, hello everyone. I am Karam. I'm going to teach you some English. So let's start. Write about yourself. عندنا بالنصف الأول ما قبل نصف سنة أو مادة النصف الأول بها موضوعين. Write about yourself and write an email. اكتب عن نفسك واكتب رسالة إيميل. Write about yourself. من تريد تجي تبدي تكتب عن نفسك، ما دام أنت ما تعرف تفكر كمتحدث لغة إنجليزية، فتفكر أولا تفكر كمتحدث لغة عربية، تفكر باللي تريد تقوله بالعربي، بعدين هذا اللي تفكر به تحوله للإنجليزي. فمثلا أنا هسه أريد أفكر أقول أنا اسمي مثلا علي، أنا عمري 12 سنة، أنا كذا عمري 12 سنة، أعيش ويا أمي وأبويا، أعيش ببغداد، وأمنيتي أصير كذا من أكبر. رتبت هذا بدماغك، تجي تحوله إلى الإنجليزي هيك. I am Ali. I'm 12 years old. I live with my mom and dad. Dad is an engineer. My mom is a housewife. I want to be like my father when I grow up. وهذا معناها قدامكم. تقدرون تنزلون الملف وتاخذونها قبل، اللي يريد يحفظها يحفظها، واللي يريد يكمل الدرس ما عندنا مشكلة. يتعلم شلون يكون قادر على كتابة إنشاء، مو بس يحفظ ويكتب. اللي بعده هو الرسالة. هاي قدامكم. To Ali. هاي شنو هاي الرسالة؟ To Ali. الرسالة شوية أصعب من الإنشاء، فإذا كنت مخير بين الرسالة والإنشاء أفضل لك تكتب الإنشاء، وهو write about yourself. هنا write an email. هذا هو الإيميل. To Ali. Subject homework. الموضوع يعني Dear Ali. How are you today? I wasn't you wasn't fine yesterday. I'd like to visit you and if you need our homework for today. عفوا هذا غلط، لازم طبق هاي. mail me back. راسلني او رد علي الرسالة. yours said. وهذا الترجمة قدامها، تقدرون تاخذوها من الملف وتحفظوها. بس هسه راح اشوفكم طريقة الكتابة الصحيحة، شلون تبدي تكون عندك ملكة الكتابة الصحيحة. نجي هنا هاي اللي قدامكم تشوفونها، هاي الرسالة. هاي شنو الرسالة؟ شو نسوي هاي الرسالة؟ اولا قلنا تو اللي هو هذا، هاي الى معناها تو. ايش نكتب هنا؟ نكتب تو علي. تو علي. الموضوع ايش نكتبه؟ شو اتفقنا نكتب الموضوع؟ اتفقنا نكتب الموضوع my home work. my home work أو عفوا homework، الواجب المنزلي. هسه هنا هذا يعتبر محتوى الرسالة. هذا بريد الكتروني حي قدامكم تشوفون العنوان، طبعا مكتوب بطريقة خاطئة، مو هيك ينكتب، بس بالامتحان هيك كتبوا. نبدأ أول شيء dear Ali. dear Ali. How are you today? How are you today? Question mark. علامة استفهام. زين. You was not شنو fine yesterday. You was not fine yesterday. بعد خلي فارزة، فارزة بين كل جملة وجملة. وهاي I'd like، هاي معناها I would like، بس هذا المختصر مالتها. I would like، I'd like to شنو؟ To visit you and شنو؟ If
You need our home work. هسه الحد هسه احنا جاي نسوي الحد هسه، بس هذا جايبينه من يمنه. Dear Ali، عزيزي علي، How are you today؟ أول شيء أول ما تبدأ الرسالة تسأل عن زميلك، تسأل عن زميلك. بعدين من سألت عنه راح تبدأ تدخل بالموضوع. You wasn't fine yesterday. أنت لم تكن بخير أمس، البارحة يعني لم تكن بخير. بعدين تقترح عليه اقتراح، تبدي تتوسع بالمعلومة. I'd like to visit you and if you need our homework، إذا كنت محتاج لواجبنا المنزلي شنو؟ For today، لليوم يعني الواجب المنزلي مال اليوم. شوف شلون كوننا الجملة. الجملة هي بالأساس المقطع منين متكون من جمل، هاي جملة وهاي جملة، ومنها our homework هم جملة إضافية. You هذا فاعل، wasn't فعل، مو فعل، وفاين صفة، ويسترداي يعتبر حال، ظرف حال، adverb. فهيش تتكون الجملة. من نبدأ نكون جمل شوية شوية صار عندنا. فوين وصلنا؟ وصلنا for today، for today. فنخلي نقطة، ها هي انتهت الجملة. بعدين ننطي فشي أخير، نقول له mail me back. هذا mail me back يعني رد علي الرسالة أو راسلني. mail me back راسلني. ليش mail me back؟ حتى يقول لك أنت مو قلت له، أنت هنا اقترحت عليه، إذا اقترحت عليه أنه تنطي الواجب المنزلي مال اليوم إذا هو راده، إذا كان محتاجه. فشون تعرف لازم يراسلك يرجعك برسالة؟ فأنت شو تقول له؟ mail me back. بالأخير إيش تكتب؟ لو نقدر نكتب best wishes، best wishes. لو ما أنا ما أريد best wishes، لازم تخلي اسمك بالأخير. فالأفضل تقدر تكتب بس اسمك هيج زيد، مو لازم كابيتال لتر أكيد زيد. لو شو تريد تكتب؟ تريد تكتب yours عزيز وكذا، أو المرسل زيد، يعني اتفقنا ما لها ترجمة حرفية، yours زيد. هاي هي الرسالة. هاي شنو ال والموضوع الثاني أعزائي التلاميذ هو الإنشاء. اكتب عن نفسك، write about yourself. راح تشوف بالجملة هيج، write about yourself أو your family، هيك بهاي الطريقة. لو yourself لو your family، اتفقنا. هذا شنو الضمير اللي أخذناه؟ هذا yourself، هاي من شنو؟ ضمائر النفس. ف ناخذ هذا، بعدين تنزل جوا تبدي تكتب. تبدي شنو؟ شو تسوي؟ تكتب. أول شيء انت تريد تحكي عن نفسك، الانشاء يقول لك احكي عن نفسك. فجملة جوهرية مهما ان حاولت تكتب انشاء لازم تكتب هاي بالتحديد، هاي تحفظها حفظ، هاي تحفظها حفظ، اللي هي شنو؟ I am، انا. هذا الضمير لازم تحفظه مثل اسمك، او هو هذا اسمك، هو هذا الضمير يعبر عنك، هو هذا اسمك، ما يصير تنسى. I am، وهنا نقدر نكتب اسمك. شو اسمك انت؟ علي. هو دائما نستعمله، أسهل الأسماء هو علي أو زيد أو الأسماء القصيرة حتى لا تغلطون. علي، خلينا نقطة فول ستوب. إنه بترجع هم تخلي I am. شوف الآي آم إيش قد مهمة، شوف إيش قد مهمة. I am شنو؟ 12 years old، هاي هم مهمة. أنت إيش قد عمرك؟ 12 سنة. تقدر منها تكتب أي رقم تريده، بس الـ 12 بس الـ years old تبقى نفسها، ما تتغير أبد أبد، ما تتغير. بعدين تجي تدخل بالهم، تخلي فارزة، خلينا فارزة. I live in، وين تعيش انت؟ I live in، تخلي capital letter، I live in Baghdad. لازم بدايتها نجيكم بالتنقيط، بالتنقيط لازم البداية يكون capital letter. I live in Baghdad، كذلك تخلي فارزة. شنو؟ with my mom and dad.
الأجانب شوية عندهم فد شغلة مهمة، مو مثلنا احنا نقول أبويا وأمي، هم لا يقدمون الأم على الأب، دائما يقول ماما داد ماما داد، تلقاها حالة شاذة من تقول داد أند مام، ما تجي عندهم يعني، دائما يقدمون الأم على الأب. With my mom and dad. So بعدين تخلي هيج فارزة على مود تبدي موضوع جديد، تقول my dad، شبي my dad is an، اتفقنا وين نخلي الآن ما قبل أي شيء، an engineer، an engineer. My dad is an engineer. And هاي أدوات الربط اللي حكينا بيها ذاك الدرس، and و but، and و but، and للجمل المتشابهة و but للجمل غير المتشابهة. and شنو؟ my mom، شبيها my mom is a، شوفوا house wife، ربت منزل. هنا استعملنا ايه مو، ليش استعملنا ايه؟ لان هذا حرف صحيح، الها الاتش، الاتش حرف صحيح، a house wife. تخلي نقطة هسه شي عنك، لمحة عنك، فتقول I want to be، هاي اخذتوها سابقا بالتمني، I want to be like my father، اريد ان اكون مثل ابي. when هاي اكيد ميزتوها على انه اداة سؤال، بس اذا اجت بوسط الكلام تصير اداة وصل، تصير من معناها متى، تصير عندما، من متى يصير معناها عندما، ليش؟ لان صارت بنص الكلمة وصارت اداة وصل. like my father when I شنو grow up، grow up full stop، نقطة. اهم شيء، اهم شيء هي هاي التنقيط، نقطة. وهذا هو، انتهينا من كتابة الانشاء. تقدرون مثل ما قلت لكم تأخذون الملف ومجرد تحفظون الإنشاء، وتقدرون تتابعون الشرح اللي شرحته وتتقوى شوية بالمعاني، وأنت تكون قادر على كتابة الإنشاء. ذني هاي الرسالة وهاي الإنشاء تقدر تأخذهن. هسا ننتقل إلى الموضوع اللي بعده. قلنا شنو ربط التنقيط بالإنشاء؟ ربط التنقيط بالإنشاء هو أن التنقيط يستعمل في الإنشاء، يعني إذا ما تعرف تنقط ما راح تعرف تكتب إنشاء صحيح. فهسا أول شيء بالتنقيط الكابيتاليزيشن، الكابيتاليزيشن أين تضع الحروف الكبيرة؟ شنو هي الحروف الكبيرة؟ أكيد تذكرونها، واللي ما يتذكرها نذكرها. عندنا بالإنجليزي كابيتال لتر وسمول لتر. الكابيتال لتر نادرا ما نستعملها، ما نشوفها بالكلمات، أكثر شيء نستعمل السمول لتر. فالكابيتال لتر وين نستعملها؟ in the beginning of the sentence. جاي تلاحظون إنه بداية كل سطر هنا أكو حرف كبير، والبقية شنو؟ سمول، كابيتال والبقية سمول. فبيجينينج افتر فول ستوب، فول ستوب اللي هي هاي النقطه اللي قلنا عليها، بروبر ناونز، بروبر ناونز البدايه بعد النقطه، الاسماء العلم. شنو هي الاسماء العلم؟ يعني اسماء اشخاص او مدن، مثل ايش؟ مثل بغداد، بصره، عراق، حله، واشنطن، ايجيبت، الى اخره. مدن، شخص، علي، احمد، زيد، زين، من هاي الاسماء. فالفارزة شو وقت نخليها؟ عندنا النقطة وعندنا الفارزة، الفارزة بعد نهاية الجملة، مثل ما شرحنا قبل شوية بالإنشاء. الفارزة إذا كان عندنا جملتين، مرات هما بالتنقيط يجيبوا لكم جملة واحدة، ولكن إذا جابوا جملتين شوفوا طوال طويلة، يعني مو ما جملة واحدة، جملتين، وش تخلي؟ تخلي الفارزة وين ما تنتهي الجملة الثانية. وعادة الجمل تنتهي بمن يسترداي لو ناو، لو هاي الكلمات ظروف الحال، يعني لو يسترداي لو ناو لو تومورو، هيك هيك كلمات هي تنهي الجمل. فمن تشوف هيك كلمات خلي مباشرة بعدها شنو؟ فارزة. أين نضع النقطة والفارزة؟ هسه بقول على هذا المثال، شوفوا لي شنو الغلط بي. Ali lives in Baghdad. شوفوا لي شنو الغلط، شنو الغلط في الجملة؟ ثلاث أخطاء عندنا، ثلاثة أخطاء. أول خطأ هو هذا، Ali لازم capital letter. ثاني خطأ هو هاي بي
لازم يصير كابيتال لتر. وثالث خطأ هو النقطة، أنا مكبرها هنا شوية حتى تنتبهون عليها، هو النقطة، لازم تخلي نقطة، لأن هاي عليها درجة، خاصة بالتنقيط، الإنشاء بمجال بس التنقيط لازم تخلي نقطة. آخر شغلتين اليوم عندنا وهي نفر ونوت. نفر ونوت شنو دان لنفر ونوت؟ تستعمل للنفي، تستعمل شنو للنفي. الانتباه لهذه الكلمتين ضروري في الإجابة، لأنهما يقلبان معنى الجملة من مثبت إلى منفي، وهو يغلطون بها. هاي جملة يلقاها إن شاء الله بالدرس الجاي من نحل أسئلة نموذجية، نشوف شنو تأثير النفر والنوت على القطعة الخارجية. في الإجابة لأنهما يقلبان معنى الجملة من مثبت إلى منفي، مثل هاي الجملة I did my homework yesterday، لاحظوا الجملة كتبت واجب المنزلي أمس. الجملة الثانية I wasn't playing video games، هاي الجمل راح نقلبهن بكلمة، والجملة الثانية راح نقلبها بنص كلمة مو كلمة، فانتبهوا. شوفوا I never did my homework، I never did my homework، شوفوا مجرد إضافة never سوى، عذرا طبعا على الخطأ المطبعي، بس هو هذا الترجمة الصحيحة، هاي I was playing video games هاي ترجمتها، كنت ألعب ألعاب الفيديو. I wasn't playing video games، لم أكن ألعب ألعاب الفيديو. شنو هي ألعاب فيديو؟ الألعاب الإلكترونية، ألعاب الحاسبة وغيرها وكذا. فشوفوا النوت وحدها شلون قلبت معنى الجملة، سوتها من نفي، يعني هو كان يلعب والثانية كان ما يلعب، قلبت. فيرجى الانتباه إلى النفر والنوت، فوجودهما في الجملة ضروري لتحديد معنى الجملة من حيث السلب والإيجاب. إلى هنا ينتهي الدرس، بقى لنا درس واحد وهو حل الأسئلة النموذجية، ونختم هذا الملخص للنصف الأول من مادة اللغة الإنجليزية للصف السادس الابتدائي. Thank you dear student for listening. Any question you can find me at here. And best wishes to all of you.